حديث الساعة تأجيل القمة، مباراة الأهلي والزمالك زي ما حضراتكم عارفين هي مقرر ليها إن شاء الله بإذن الله يوم السبت القادم. حتى هذه اللحظات المباراة المفروض في استاد القاهرة طبقا للجدول، لكن خرج أخبار كثيرة جدا امبارح إن المباراة هيتم تأجيلها لأسباب ودواعي أمنية، لكن برضو لحد هذه اللحظات مفيش أي جواب رسمي من الأمن وصل الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بتأجيل القمة. فبالتالي احنا في انتظار الجديد. لحد دلوقتي المباراه في ميعادها، لحد دلوقتي المباراه هتقام وفي استاد القاهره، لكن لو الامن معترض على موضوع استاد القاهره وده المتوقع، فبالتالي المباراه هيتم نقلها لاستاد الجيش ببرج العرب، وهتكون في نفس ميعادها يوم السبت القادم. ده الجديد لحد دلوقتي، وهنشوف على مدار الساعات القادمة التطورات هتكون ايه، لكن خليني اقول لحضراتكم ان الاقرب ان المباراة باذن الله تعالى هتكون في ميعادها. وبصراحة مهم قوي ان المباراة تبقى في ميعادها، لان لو تأجلت وطبعا كل الاحترام والتقدير للجوانب الامنية والامن، لان الامن لحد دلوقتي ما اتكلمش، والاخبار لما خرجت امبارح بالليل وكان بيقال ان الصبح هيبقى في خطاب من الامن يا اما بإقامة المباراة في ميعادها وتحديد الملعب يا إما بتأجيل المباراة. فبما إن الأمن ما بعتش حاجة يبقى واضح كده إن في طرف من الأطراف حابب إن هو يأجل المباراة، ودي تبقى الكارثة الكبرى في الحقيقة. لأن في كل الأحوال الموضوع يا جماعة والله مش متعلق خالص بمين أفضل فنيا دلوقتي أو مين فرصه أكبر إن هو يفوز في المباراة دي. دايما مباراة القمة ما بيبقاش ليها مقاييس إطلاقا. المباراة الأخيرة مباراة السوبر كان الزمالك هو الأقرب إن هو يفوز والأهلي كسب الحمد لله هذه المباراة. لكن الموضوع مش متعلق بكده، الموضوع متعلق بسمعة مصر وسمعة الدوري المصري بالتحديد. وانت مقبل على بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عام اللي هتبتدي الشهر القادم يوم 8 وهتبقى على استاد القاهرة وبحضور جماهيري. طب ازاي هتأجل ماتشات بسبب الجوانب الأمنية وازاي هتنظم هذه البطولة؟ برضو هعيد وازيد كل الاحترام والتقدير للأمن، لكن الأمن أكيد برضو بيراعي بكل قوة وبكل تأكيد مصلحة البلد وسمعة البلد والكرة المصرية، وخصوصا ان احنا عندنا الامن ما شاء الله في مصر حاجة ما فيش احسن من كده، وبيحصل مناسبات وحفلات وامور كتيرة جدا بعدد كبير جدا من الجماهير، والحمد لله الدنيا مستقرة وماشية بشكل كويس. وانا مش هقدر اتكلم عن الامن طالما الامن ما بعتش اي خطاب لاي حد، وبالتحديد الاتحاد المصري لكرة القدم. فنتمنى باذن الله، نتمنى ان شاء الله باذن الله المباراه تكون في ميعادها، وده الاقرب لحد دلوقتي، وان الامور تسير في النطاق الطبيعي والمعروف عن الكره المصريه بعد موسم كان صعب. الموسم اللي فات مش عايزين نكرره، لان بجد بجد دي هتكون بدايه لموسم جديد سيء جدا في حاله تاجيل مباراه الاهلي والزمالك. هتقولي ما هو لسه بدري، ماتش الاهلي والزمالك في الاسبوع الرابع بس يعني، فعادي لو تاجل. ما هو لما هيتاجل امتى؟ طب ما هو الوقت اللي هيتلعب فيه، طب ما هو تاجيلات ومطالبات بعض الانديه ان هم ياجلوا، فهتلاقي عدد كبير جدا من التأجيلات. هتلعب امتى؟ وعندك مناسبات افريقيه، عندك مناسبه اهلي وزمالك، عندك الاهلي بيلعب في دوري ابطال افريقيا، الزمالك لحد دلوقتي ما بين الكونفدراليه ودوري ابطال افريقيا في حاله تاهله هنا او هنا، عنده ماتشات افريقيه، عندك بيراميدز، عندك المصري. امتى هتقدر تلعب المؤجلات في حاله التاجيل يعني في وسط هذه المباريات؟ امتى هتقدر تلعب المؤجلات في وسط الاجنده الدوليه سواء المنتخب الاول المنتخب الاولمبي؟ فكلها امور يجب مراعاتها من قبل الامن ومن قبل الاتحاد المصري لكره القدم، ويجب ان يكون هناك كل المحاولات القويه والمستميته لاقامه المباراه في موعدها، وباذن الله يكون ده الاقرب.